الماضية. عموما الحديث أكثر عن أداء الأسواق العالمية انضم إلي من أبو ظبي السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Securities. أهلا وسهلا بك سيد نور. أهلا وسهلا. حالة عدم الوضوح التي تخيم على الأسواق وعلى المستثمرين بشأن ما إذا سيقدم الفدرالي الأمريكي على تقليص التحفيز، السؤال لماذا يصر المستثمرون على التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيقوم بتخفيض التحفيز في ظل توقعات أو في ظل تصريحات متضاربة تابعناها مؤخرا بشأن الاقتصاد الأمريكي؟ نعم، هناك رأيين من جديد في الأسواق. هناك رأي ما يقول أن هناك سيكون في تخفيف للتيسير الكمي في وقت ما هذا العام قبل أن ينهي بن برنانكي ولايته في نهاية نوفمبر في نهاية عفوا يناير المقبل في 2014. وهناك الرأي الآخر أنه لن يكون هناك في تخفيف للتيسير الكمي خلال العام الحالي وإنما سيتم تأجيله حتى العام المقبل. لكن من جديد الأرقام الأخيرة التي شهدناها من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد أرقام الوظائف هي ما رفعت نوع من التوقعات من جديد أو عادت بنبرة تخفيف في التيسير الكمي للأسواق مرة أخرى، وهذا ما شاهدناه بالفعل على الأسواق الأسهم. على الأقل كما ذكرت شاهدنا ارتفاعات في أسواق الأسهم والأسواق الأسهم الأمريكية يوم أمس. لكن من جديد هناك رأيين لا زالت في الأسواق، الأمور غير واضحة إلى الآن. لكن جانيت يلن وفي نعم سيد نور لكن نهاية أو في أول حديث لها كان تعطي نوع من أيضا في نفس الوقت تعطي رأيين. هناك تقول أنه لا يوجد لدينا أي نوع من أو يعني تايم لاين محدد أو أنه وقت محدد لبداية تخفيف التيسير الكمي، كما أنه وبالمقابل لن يتم هناك استمرار التيسير الكمي لأجل غير مسمى. هنا أريد أن أسأل سيد يعني نور، يعني منذ سبتمبر التوقعات دائما كانت تأتي عكس قرارات المركزي الأمريكي. هل معنى ذلك أن سياسة التيسير النقدي ربما تستمر حتى ما بعد الربع الأول من عام 2014 كما هو متوقع أيضا؟ نوعا ما ممكن، يعني الشيء الذي نراه في الوقت الحالي في بالفعل وكما ذكرت جانيت يلن أو حديث جانيت يلن أعطاها أو نوع من الإشارة اللي هي تكون متشددة أكثر حتى من برنانكي وأكثر تسهيلا حتى منه، لأنه شهدنا نوع من الحديث بتخفيف التيسير الكمي. لا يوجد لدينا أي تايم لاين إلى الآن ولا يمكن أن يستمر لوقت طويل ونريد المزيد من الأدلة حتى يتم تخفيف التيسير الكمي. فجميع المؤشرات تعطي أنه لن يكون هناك في أي تخفيف للتيسير الكمي على أقل من الآن حتى نهاية العام الحالي. بالنهاية ممكن أن يكون من جديد بن برنانكي يشتري المزيد من الوقت، لكن التخوف بالفعل وما يخاف منه الفيدرالي الأمريكي أنه ما بعد بداية تخفيف التيسير الكمي كيف ستتعامل أسواق السندات والعائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات الآن هي عند 2.7، ماذا سيكون بعد ذلك، وأيضا كيف سيتم فعليا تخفيف الميزانية العامة للبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي اللي هي أكثر من 4 تريليون الآن. طيب هل يعتبر الدولار ملاذا آمنا على المدى المتوسط والطويل؟ توقعاتك لاتجاه الدولار والذهب في المقابل يعني حتى الربع الأول على الأقل من العام المقبل؟ خلال الفترة المقبلة يجب على الجميع التركيز على شيء مهم، لا على الدولار ولا حتى على الذهب. التركيز من جديد سيكون وسيصب في مصلحة اليوان الصيني. اليوان الصيني خلال الفترة الماضية بالرغم من أنه شهدنا بعض التدخلات أو العديد من التدخلات من البنك المركزي الصيني أو البنك الشعب الصيني، لكن هناك قرارات تم الإعلان عنها أو تم تسريبها بأنه في هناك أول شيء أو القرار الأول هو رفع البان أو رفع التذبذب اليومي من جديد على اليوان الصيني. هذه من جهة. الرقم 2 شهدنا أيضا تسريب معلومات بأنه لن يكون هناك في تدخلات يومية مجدولة للبنك المركزي أو البنك الشعب الصيني من جديد. فالعين تعود مرة أخرى أو يجب التركيز على أولا السيفينجز بالصين أو بالعملة اليوان الصيني أو بالسينيتش أو الرينمبي. هذه من جهة. لكن بالنسبة للدولار الأمريكي وأسعار الذهب، أسعار الذهب كما ذكرنا من جديد لازلنا في نوع أو من الفترة غير واضحة بشكل كبير. نشهد نوع من التداول في نطاق ضيق ما بين 1250 إلى 1310 على المدى الطويل. كما نشهد وكما يتحدث الجميع أنه هناك في احتمالية لنشهد نوع من الانخفاض من جديد، لكن المشكلة الأمريكية هي التي ستطغى من جديد على أسعار الذهب. لكن بالإيجابية تبقى من جديد هي الأكبر بالنسبة للذهب على المدى الطويل. سيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Securities كنت معنا مباشرة من أبوظبي، شكرا لك. هذا كل ما لدينا من وقت. مروان أعود إليك لاستكمال الأخبار.